بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد عمل المغاربة في بلاد السودان لنشر المذهب المالكي وطرق العرفان، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. الحمد لله على منته العظمى ومنحته الكبرى رحمته للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله المستغفر لأمته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كما هو أهله، إنه غفور رحيم. وبعد، مولاي أمير المؤمنين سليل آل البيت الطاهرين، السلام على مقامكم الشريف وجنابكم المنيف ورحمة الله وبركاته. وبعد، من عظيم مننه سبحانه أن يشغل عبده بالعلم وتحصيله، ومن توفيقه أن هدى المغرب وقيادته الرشيدة إلى ذلك، ومن النماذج الحية والتي لا تزال ماثلة للعيان الدروس الحسنية، والتي أسسها المغفور له بإذن الله والدكم جلالة الملك الراحل الحسن الثاني. وقد عبر عنها المنصفون بالثمرات اليانعات لأشجار غرستها القيادات المغربية المتعاقبة. مولاي أمير المؤمنين، أغنى المغرب الساحة الإسلامية والإفريقية خصوصا بجهود رجاله وعلوم حداته، وقد لمعت أدوارهم في أقاصي إفريقيا وأدانيها، ويجيء اختيار الدرس وترشيحه لإلقائه على مسامعكم الطاهرة إنهاضا للهمم ووصلا للرحم، إذ العلم رحم بين أهله، وحثا على البرور والتواصل بين الأجيال، إذ من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. مولاي أمير المؤمنين، يجيء الدرس في وقت تبحث فيه الدول وشعوبها عن الوحدة والغوص في استخلاص ما يمتنها وينميها، ولعل فيه ما يساعد على تقوية الروابط في العلاقات الإفريقية المغربية. مولاي أمير المؤمنين، في 25 من رمضان عام 1446 من الهجرة،
أي منذ أكثر من 20 عاما جلس على هذا المنبر أمام والدكم المنعم برضوان الله جلالة الملك الراحل الحسن الثاني عالم من ماله وهو علي جال رحمه الله تعالى، فألقى درسا في هذا الموضوع تناول فيه بصفة عامة العلاقات التاريخية بين المغرب وبلاد السودان. وبعد نهاية الدرس تفضل أمير المؤمنين الحسن الثاني رحمه الله بإعطاء أوامره إلى وزير التعليم آنذاك بقصد إنشاء كرسي يختص بالبحث في العلاقات المذكورة. ومن تلك التعليمات برز معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس، ويشرفني أن يكون درس امتدادا وثمرة لتلك التوجيهات السامية. ولما كان درس سلفي قاصرا على السودان الغربي فقد تناولت العلاقات المغربية السودانية الشرقية خاصة، والتي خفيت لانشغال المؤرخين في توثيق معالم الهجرات المغربية في السودان الغربي والأوسط لجوارها وقربها. وفي البداية أود أن أؤكد أن العلماء المغاربة الذين سنذكرهم في هذا الدرس ممن حملوا العلم في السودان كان معظمهم ناشرا للمذهب المالكي وحاملا لطريقة التصوف في آن واحد. مع غلبة هذا الجانب أو ذاك فالمذهب الفقهي وطريق العرفان عندنا وجهان لعملة واحدة وهي ترسيخ الإسلام وتعميقه. وأما منطلق الدرس فحديث رواه البخاري في باب فضل من علم وعلم، قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال القرطبي وغيره في تفسيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنها الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس بها، وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيره، وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بها. وقد ضرب علماء المغرب نموذجا رائعا في تنزيل إشارات هذا الحديث على أرض الواقع، فأدوا أمانة التبليغ شرقا وغربا، وكان لجيرانهم من ذلك حق مضاعف، وكانت ثماره ظاهرة وباطنة، فكانوا كما قال الشاعر: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في ربوع الحي أمطار. المغرب والسودان وتحديد المفهوم الجغرافي: رسم المؤرخون والجغرافيون خارطة المغرب الكبير والتي كانت مترامية الأطراف، طالت الشمال الإفريقي والأندلس كما اهتموا برسم خارطة السودان الكبير، وقسموه أقساما: الغربي والأوسط والشرقي،
وساهم الشيخ حسن الفاتحي مساهمة رائدة في تحديد المفهوم التاريخي للسودان الكبير قديما وحديثا، فقال: لم يكن لفظ السودان معروفا أو مستخدما قبل التوسع العربي وانتشار القبائل العربية في مساحات كبيرة من إفريقيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كلمة سودان عربية أصيلة أطلقها العرب على كل الأراضي الإفريقية فيما وراء الصحراء الكبرى جنوبا، من أقصى الغرب الذي يشرق على المحيط الأطلنطي بحر الظلمات إلى أقصى الشرق الذي يطل على ساحل البحر الأحمر، أو ينتهي عند السفوح المنخفضة للهضبة الحبشية. ثبت تاريخا اتصال المغرب والسودان الكبيرين بالإسلام في عهوده الأولى، أما أوليته في المغرب فالحديث: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب من الصوف، وهو وإن كان موضع خلاف تاريخي مدا وجزرا إلا أن للمثبتين وجها لا ينكر. وأما أوليته في السودان الشرقي خاصة فبالهجرتين اللتين ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إليها، ففي الحديث: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد. وتعددت شواهد اعتبار الحبشة آنذاك من السودان الشرقي جغرافيا وتاريخيا ووثائقيا. الانتشار الفعلي الحقيقي والمتكامل عقيدة وشريعة للإسلام في السودان الشرقي، وذلك على يد التجار المسلمين والمهاجرين من العرب. وكان المغرب واحدا من ثلاث طرق رئيسة في ولوجه وانتشاره، وخلص المؤرخون إلى أن اتصاله كان على فترات متباعدة تضعف حينا وتقوى حينا، ويتجلى دور المغرب جليا في مراحله الثانية والثالثة والسادسة. المغرب عشق الهجرة الجارية، عشق المغاربة الهجرة منها وإليها، ولما كانت تعني إحراز قصب السبق العلمي بين الأقران فقد تشوق، بل تشوف كثير من أهل العلم وطلابه في المغرب أن يسجل لهم في التاريخ رحلة أو رحلات. وقد أثمرت أحيانا قناعة عند كثير منهم بعظمة المجهود المغربي في حفظ التراث الإسلامي. قال ابن جبير الأندلسي ملخصا رحلته: ذهب الإسلام من المشرق ولم يحفظ إلا في المغرب. لم يفت المهاجرين المغاربة أن يثبتوا في مهاجرهم من الآثار ما لا يزال بعضه ماثلا للعيان أو عالقا في الأذهان، كوقف المصنفات وحبسها للانتفاع بها، كالمصحف المرسوم بخط البلياني والمحبوس في أوقاف الحرم المكي. السودان الشرقي وهجرة المغاربة، تلقى السودان أفواجا من الهجرات على اختلاف مقاصدها استقرارا أو عبورا أو عودة، وقد أثمرت تلاقحا فكريا وتواصلا اجتماعيا، ولعل تمتعه قديما بكونه المعبر البري الأقرب والآهل بالسكان والآمن لقوافل الحجيج القادمة من العمق الإفريقي، طريق الحج القديم سواكن تنبكتو، قد أعطى أهله فرصة لا تقدر بثمن في التواصل في مختلف المجالات وخاصة مع حملة العلم. ومن الملاحظ اختزال الاستفادة من الهجرات المغربية في غالبها في علوم المعرفة، وكان لدعاة الإرشاد دور رئيس في التمازج بين المغرب والسودان الشرقي، فقلما تخلو رحلة من مظاهر الإرشاد والدعوة إلى تزكية النفس، فظهرت الشاذلية، وبداية ظهورها على يد الشريف حمد أبي دنانة صهري الجزولي صاحب الدلائل، وقد قدم في القرن التاسع الهجري، وتلته جهود المجاذيب، وكان لتلاميذ الدرعي جهد لا يخفى في نشر معالمها، كما ظهرت التجانية وتعددت أبواب ولوجها، ومن أوائل من قدم بها الشريف عبد المنعم ابن الشريف أحمد المرعزي، كما ظهرت الأحمدية الإدريسية وتوسعت في فروعها، كما تناثر في سلاسل الإرشاد والمعرفة في السودان عدد من أعلام المغرب صعودا وهبوطا كالشريف عبد الكافي، وهو مذكور في إسناد الشيخ إدريس ود الأرباب، وترجم له في الطبقات بمصطفى الشريف المغربي السوسي مولدا،
والسلاوي الفاسي خريج فاس والقرويين المفتي العام وسأتناوله مفصلا، وحسيب الله الكوباوي وهو ممن صحب الشيخ أحمد الطيب بن الشيخ البشير. مولاي أمير المؤمنين، لم تتوقف لقاءات الإفادة من علماء المغرب على أرض السودان، فحرصوا على إدراكه وتحصيله، وإن تصادف اللقاء خارج حدود القطرين. فالشيخ الحجاز لما التقى الشيخ العياشي داخل الكعبة استجازه، واجتمع شيخ الإسلام الفقيه النحوي اللغوي الأصولي المتكلم المنطقي المجود للقرآن عبد اللطيف بن الخطيب ابن عمار أحد علماء سلطنة الفونج بعلماء المغرب، فلا يوجد فن بين الناس إلا ويقال إنه فرد زمانه فيه. وكان يصفه بعض علماء الحرم فيقول عالم الديار السنارية وعلامة الأقطار الإسلامية. المغرب والهجرة المعاكسة والإفادة المتبادلة. استقر جمع من علماء السودان الشرقي في المغرب وخاصة في فاس كالشيخ أحمد بن محمد اليمني العركي، ولد في قرية مهلو بين أربج وسنار مدينتان في وسط السودان، ولقي عددا من الفحول وانتفع بهم كالشيخ دفع الله العركي القادري، وهو عمدته على يده فتح له وإليه انتسب. وفي مباحث الأنوار ولشيخه المذكور بأرضه مزارة كبيرة شهيرة وولاية، ولأبيه وأخيه ولاية. خرج من السودان عام 1075 من الهجرة، ودخل فاس في 8 من جماد الآخرة عام 1079 من الهجرة، وله دراية حسنة في علم الفقه، وكان يجيز في إقراء المختصر ويتعاطى قراءة العلم ويعتني بدقائق الفهم. جهود مغربية في نشر المذهب المالكي. تعددت مظاهر اعتناء المغاربة به قيادة وشعبا، قضاء وإفتاء، علماء وطلابا، ومع مروره بأطوار مختلفة صعودا هبوطا على اختلاف التقدير، وفي جميعها تأسيسا أو تطورا أو استقرارا، كان لهم دور بارز. وكافيك بالمدونة الكبرى الأصل الثاني في المذهب وعمدة الفقهاء في القضاء والإفتاء، فهي وإن كانت ثلاثية الجهد علميا أجوبة مالك وقياسات ابن القاسم وزياداته وتنسيق سحنون، إلا أن من الممكن القول بأنها صناعة مغربية نصوصا وشروحا واختصارا. وكان على عاتقه أي المغرب إحياءه بعد اندثاره، وطمس معالمه، وإحراق مصنفاته، وتقتيل رجاله، وتحريم الفتوى والعمل به زمنا. فأملى ابن عشرين والتادلي والسيوري المدونة على النساخ حفظا، ولم توجد يومها نسخة واحدة. وقد جاء في دراسة عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وأثره في تطوير القضايا التشريعية لعلماء المذهب المالكية المغاربة فضل ليس على المالكية في الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا فحسب، وإنما على المسلمين عامة في جميع أنحاء المعمورة. ففي فتح الباري اعتمد على شروح أئمة المالكية المغاربة، فنقل عن الأصيل وابن الحذاء. وكان من ثمرات تلك الجهود الرائدة في نشر المذهب تعزيز وتوطيد الوحدة الإفريقية المغربية بصفة عامة والسودانية المغربية بصفة خاصة. قال: فإن هذا المذهب وصل إلى الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ولا يعرف حتى الآن غيره، وكان دخوله بلاد كانم وبرنوا على أيدي علماء وفدوا إلى تلك البلاد من مصر ومن توات ومن المغرب، ودور تنبكتو في هذا الشأن كبير وبارز. وقال: دلت الوثائق وسلاسل العلماء على صلات كبيرة وواسعة تربط تلك البلاد ببلدان المغرب بقسميه الأدنى والأقصى. وقال: فإن الموافقة بيننا في نيجيريا وتشاد والكاميرون والسودان وبين المغرب في العقيدة والشريعة متطابقة ومتكاملة من كل الجوانب، فالعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي هما نفسهما هناك وهنا. مولاي أمير المؤمنين، التحرك المغربي في نشر المذهب المالكي إنقاذ من هلاك محقق.
أشار الكتاني إلى ما كانت عليه الحالة العلمية، فقال: كانت الصحراء وبلاد السودان الغربي تعتنق الإسلام ولا تعرف شيئا عن فروع الشريعة الإسلامية ولا عن قضايا العبادات والمعاملات إلا شيئا قليلا. فلما قدم عبد الله بن ياسين إليها في القرن الخامس الهجري أراد أن يصحح عقائدها ويفقه ذويها ويطبق فيها الشريعة الإسلامية، فانقطع للتوعية والتدريس وأقام رباطا أمه المئات من الطلبة الذين أخذوا عنه المذهب المالكي، إلى أن قال: فعن هؤلاء الشيوخ الثلاثة من أقطاب المذهب أخذت قبائل شنقيطة علمها وثقافتها. وفي كتاب موريتانيا ومشاعر المغرب الإفريقية في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي: أي تقصير في الالتفات إلى ما قام به المغرب من مساهمات في رفض النمو السياسي والاجتماعي بالقارة وإغنائه وبلورته قد يؤخر البحث في علاقة شعب المغرب بالشعوب السوداء على الوجه الذي كانت عليه في الواقع، أو يذهب بذلك البحث مذهبا مختلفا، سيما وأن ما كتب لحد الآن في هذا المضمار لا يبرأ من الدس. ولا يبعد ما ألحقه بعض المؤرخين بتاريخنا المشترك من تشويه مشكلات علمية وتوثيقية ومكتبية جعلت الحاجة ماسة إلى التبادل المعرفي مع المغرب. بذل السودان رسميا وشعبيا جهدا كبيرا في توسيع دائرة معارفه والاستزادة من مصادرها مع تعدد جهاتها، وكان لسلطنة الفونج بعثات علمية هنا وهناك، والتصق غالب الجهود العلمية والدينية بها، وقد تخطت حركة الابتعاث العلمي عقبات الصحراء الكبرى إلى المغرب الكبير. وفي تعطير النواحي أن جناب الأمير العالم النحرير أبي العباس أحمد السناري ابن أخ أمير سنار من أرض الحبشة خرج من بلاده في طلب العلم. مشكلات فقهية في السودان الشرقي: توقع العلماء القادمون تنامي المعرفة في الوسط الاجتماعي، لكنهم صدموا بالواقع المعاكس. فعلل الشيخ غلام الله بن عايد استقراره في دنقلا لأنها كانت في غاية الحيرة الشديدة والضلالة لعدم وجود القرآن والعلماء بها، وعبر في الطبقات عن العقبات العلمية التي واجهت دولة الفونج في بداية ظهورها، فقال: ولم يشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن، ويقال أن الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهارها من غير عدة. ودفع ذلك بالعلماء المهاجرين وجهودهم إلى مرمى البداية، فاجتهدوا في رفع الجهالة بالمتون الصغرى للمذهب المالكي، وانصرفوا عن الشروع إلى حين في تدريس أمهات المذهب. ولا يعني قلة تداولها تدريسا انقطاع إسنادها في السودان الشرقي، وكانت لهم أدوار مهمة في تصنيف الحواشي والشروح والتعليقات على المصادر المغربية في المذهب المالكي كرسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها. مشكلات التوثيق العلمي: واجهت الساحة العلمية فراغا في ساحة التوثيق التاريخي، وما وجد من مصنفاته فجهد المقل، ومنهم من وثق هجرته بنفسه في أسطر معدودة كالشيخ عمار بن عبد الحفيظ الخطيب رائد التوثيق العلمي. ولعله السبب في شح المعلومات التاريخية عن مكنون العلاقات العلمية بين المغرب والسودان الشرقي. وقد يحتاج الباحث في تقصي وجوهها إلى تقليب النظر في سماء المصادر التاريخية وأراضيه حتى يدرك فتاتا في المعرفة التاريخية على أن ما كتب لا يعدو أحيانا أن يكون تحليلا أو تخمينا أو تأويلا. حركة المصنفات العلمية وتداولها: تداول الطلاب بعد ظهور دولة الفونج وتخطيط مدينة سنار مصنفات المذهب المالكي والمغربية منها على وجه الخصوص، ومن بينها المدونة وشرحها لأبي عمران. وأظهرت الدراسة التاريخية التي أجريناها عن خلاوي الشيكي نيبا حرص المدارس العلمية في الحصول على أمهات المصنفات في المذهب المالكي. وبدأ العلماء بعد الاستقرار بالتصنيف ووضع الحواشي والشروح والتعليقات، فشرح الشيخ مختار بن محمد جودة الله الرسالة
وشرح عقيدتها كل من الشيخ المضوي محمد بن محمد أكداوي، والشيخ شمو بن محمد بن عدلان الشايقي، والشيخ المكي النحوي الرباطابي. مولاي أمير المؤمنين، نماذج مغربية في السودان الشرقي وأبرز مآثرها في جميع المجالات. العلامة السلاوي الفاسي خريج فاس والقرويين، المفتي العام أحمد بن محمد بن ناصر بن محمد، ولد بسلا في صفر من عام 1206 من الهجرة، وفيها تلقى بدايات العلوم ثم انتقل إلى فاس وأخذ عن علمائها، ثم تعلق قلبه بالحجاز. ولما كانت سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر السابق استقر بمصر عامين، وأخذ عمن لقيه من علمائها، وبعد عودته من الحج عين مفتيا في الفيوم، وفيها خط بقلمه بعض مؤلفاته، وتم اختياره مفتيا مالكيا مرافقا للحملة التركية، واصطحب زوجته المغربية وأولاده منها مصطفى والشيخ ونفيس ومنتهى، وتوسع في توثيق صلاته فصاهر عددا من أهل الحسب والنسب كالشيخ أحمد الطيب بن البشير. وعنه يقول: ومما من الله به علي أني تزوجت بعض بناته وربيت بعض أولاده، كل ذلك محبة فيه وقصدا للتقرب منه. وبعد استقراره عين مفتيا للمالكية، ثم رقي مفتيا عاما، وآخر ما عهد إليه من المسؤوليات الحكومية رئاسة القضاء، وبقي فيه حتى وفاته. ومن منجزاته العلمية رسالة الدر المنظوم في أسانيد سائر العلوم، وشرح على عقيدة الرسالة لابن أبي زيد، ورسالة في الحمد لله ولفظ بعد، وشرح للأربعين حديثا النووية، ومختصر الطريقة المحمدية، وعدد من التواقع القضائية والحجج الشرعية. وقد أسهم في تحديث النظام القضائي في السودان، بل في تأسيس المحاكم الشرعية بعد أن كان العمل فيها تطوعيا، فأضحى مؤسسا ومنظما إداريا وماليا، وتم تعيين بعض خريج المدارس السودانية في سلك القضاء، مما شكل نقلة نوعية في اختيار القضاة. وكتب عن جهوده وما جناه من ثمرات التواصل، فقال: واجتمعنا بأفاضلها وعلمائها وأعيانها، وحصل بيننا وبينهم اتحاد كامل، ووليت جميع علماء الجزيرة مناصب الشرع الشريف في الأماكن المتفرقة، وصار جميع علماء السودان ولله الحمد من تلامذتي وأحبابي. ومن جهوده الإدارية ما يمكن اعتباره حجر زاوية في تأسيس وزارة الأوقاف، وتحديد معالم دورها في دعم المؤسسات الدينية القائمة أو اللاحقة، تشجيع الخلاوي المدارس القرآنية وإعطاؤها بعض المخصصات المالية من الدولة، كما شجع على إنشاء بعض المساجد الكبرى مثل مسيد أي مسجد ود عيسى، وهو امتداد لمسيد أي مسجد كترانج العتيق. ومن جهوده العلمية تهذيب كتاب طبقات ود ضيف الله، أقدم مصادر التراجم العلمية والدينية، وبذلك ضرب جهدا متميزا في تنقيح المعلومات التاريخية وتهذيبها، ومنها تشجيعه لبعض علماء السودان في الكتابة والتأليف، فشجع السوفلابي على وضع منظومة في القرآن، فلما أتمها قام بشرحها. ومما قاله عنه: وبالجملة فهو أعلم من رأيناه، وقد أخذ عنا الإجازة وتلقى عنا أشياء، وله منظومة في أحكام القرآن نفيسة جدا. وتلخيصا، فقد سعى بل نجح في أن يكون له في حياة السودان بكل ضروبها وجوانبها سياسة وعلما واجتماعا واقتصادا أثرا حيا وشاهدا ملموسا. فحيث التفت تجد لخريج فاس والقرويين مرتعا وريادا. ومنهم الشريف الوزاني الفاسي، ولج السودان الشرقي، ولم لا يعلم له المؤرخون أثرا هناك، لقب بليون الإفريقي، واسمه الحسن بن محمد الوزان الفاسي، وتلقى عن أعلام القرويين، وله تصانيف في العلوم الشرعية، ومدونة في قضائه في بعض النوازل، وكتاب في الأعياد الإسلامية، وآخر في النحو. وقد حظي السودان الغربي بنصيب وافر من رحلاته. وأما السودان الشرقي
والذي سماه السودان المصري فقد صعد إليه في رحلة النيلية وتجول فيه كثيرا، ولا يذكر التاريخ ولا هو عن نفسه ما فعل هنالك. الفقيه محمد بحري المغربي الفاسي وحفيده عبد الحليم قدم برفقة الخواجة عبد الدافع الفضلي وتزوج ابنته فولد منها ولده الفقيه عبد الرحمن، ومنه تناسلت هذه الدوحة الفاسية حتى برز منها حفيده عبد الحليم ابن سلطان ابن عبد الرحمن. وفي كتاب الطبقات ولد بالحلفاية وأمه شايقية، وحفظ الكتاب بجامعها، وقرأ مختصر خليل على الشيخ الصغيرون، وسلك الطريق على الشيخ إدريس، وتبناه مثل الشيخ دفع الله. وكانت له نيابة القضاء، وله دراية في الفتاوى والأحكام، وحلقة علمية تأتيها الطلاب من نواحي السودان. وهو من أوائل من سن منهج تلقين الحجج للخصوم الملهوفين ليتخلصوا بها. ومن صوره أن رجلا جاءه ملهوفا قال له يا ذا، وهي من أدوات التنبيه، شيخ المسعوداب أودعني عيشا وشاله، فجاء خصمه أخذه مني، فقال ادعي عليه بدعوى قدر ما أخذ منك وأنا أشهد لك، فادعاه وبذلك تخلص. ومنها أن رجلا قال له إن فلانا ادعاني عند القاضي بدعوى زور، ويشهد علي فلان وما عندي إشهاد يجرحه، فقال له امش قاتله قبل أداء الشهادة فإن شهادته تبطل. ومنهم الشريف عبد الله الشريف الفاسي، ولد بفاس، ولا تذكر المصادر تاريخ مولده، وفيها نشأ وتعلم، سلك الطريق على الشيخ أحمد بن الناصر هكذا ولعله الدرعي. ومنها هاجر إلى السودان الشرقي واستقر بالحلفاية، حلفاية الملوك، وقد تمازج أثره حيث استقر، وتنوعت فوائده للناس، واشتهر في خاصة نفسه بالورع والتقى والالتزام بالسنة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا تأخذه في الله لومة لائم، واشتغل في جانب آخر بإرشاد الناس إلى طريق الله تعالى، وكان بحرا في علم الباطن، وبلغ في فهم كتابه سبحانه أن الآية الواحدة قد يفسر عليها تفسيرا لو كتب لاستغرق كراسا كاملا، وكل ذلك من غير أن ينظر في كتاب. مولاي أمير المؤمنين، ومن أولئك الشريف أحمد بن إدريس مؤسس الطريقة الأحمدية الإدريسية، العالم المجتهد والمفكر المجدد والداعية المجاهد، ولد عام 1163 بقرية ميسور، وهي تبعد عن فاس 200 كيلومتر بمحاذاة جبال الأطلس، وفيها حفظ القرآن الكريم وتلقى بعض المتون ومبادئ العلوم، وكان يكنى بأبي العباس العرائشي أو القاسمي، ويلقب عند السنوسية بالشفاء. تولى تربيته أخوه السيد محمد وعليه حفظ القرآن الكريم، ثم تولى تربيته أخوه السيد عبد الله، ومن أشهر من صحبه أو عاصره أو تلقى عنه وأفاده في مدارك الإحسان والمعرفة محمد التاودي بن سودا، والطيب بن كيران، والمجيدر الشنقيطي، وعبد الوهاب التازي، وأبو القاسم الوزير، ومحمد أبو عبد الكريم الذهبي، وعبد القادر بن أحمد العربي بن شقرون وغيرهم، كما كان معاصرا لسيدي أحمد التجاني، وبعد أن أجازه مشايخه تولى التدريس بجامع القرويين، وكان يحضر دروسه شيخه عبد الوهاب التازي. ومع كونه مغربيا إلا أنه مجهول إلى حد كبير في بلاده، ولم تتناوله دور البحث العلمي إلا في كتاب باللغة الفرنسية ألفته باحثة بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، علما بأن فرقة كاملة من الباحثين متخصصة في حياته وآثاره بجامعة بيرغن بالنرويج. قال عنه تلميذه السنوسي: ما اتخذناه شيخا وإماما أياما معلومة مقيدة بالحياة، وإنما اتخذناه شيخا وإماما وحجة فيما بيننا وبين الله دنيا وأخرى. وقال عنه السيد عبد الرحمن الأهدل: تتلمذ له كل عالم النحرير، وكانت كفه للفتوى عوضا عن التحرير. وكتب نسبه تلميذه السنوسي فقال: هو أحمد بن إدريس ابن محمد ابن علي ابن أحمد ابن الطيب ابن محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن موسى ابن الحسن ابن موسى
ابن إبراهيم بن عمر بن أحمد بن عبد الجبار ابن محمد بن يملح ابن مشيش، وهو أخ لمولاي عبد السلام بن مشيش، ابن أبي بكر بن علي ابن حرمة بن عيسى ابن سليمان سلام بن مزوار ابن حيدرة بن محمد ابن إدريس الملقب بالأصغر ابن إدريس الملقب بالأكبر ابن عبد الله الملقب بالمحض الكامل. وترجم له بعض أحفاد السنوسي اختصارا فقال: هو السيد الشريف أحمد بن إدريس المشيشي اليملحي الحسني من ذرية سيدي يملح بن مشيش العرائشي، أسلافه كلهم بالعرائش، خرجوا منها على فتنة ابن منصور، والتي على إثرها احتلت إسبانيا العرائش، فهاجر منها أكثر المسلمين. ومع نسبته التي لا تنكر إلى روضة الشرف المحمدي كان يقول: نسب الكتاب والسنة، فانظر إلي فإن وجدتني على الكتاب والسنة فقل أحمد بن إدريس على الكتاب والسنة فهذا نسبي. وقد ربى عددا من قادة الدعوة والإصلاح والجهاد كالسنوسي والميرغني وإبراهيم الرشيدي، وعن طريقه أي الرشيدي وصلت دعوته إلى محمد بن الحسن في الصومال ومحمد أحمد المهدي في السودان، وهما اللذان قادا حركتي مواجهة القوى الاستعمارية، وكان لتلاميذه جهود دعوية لا تنكر في مجاهل إفريقيا السوداء، وكانت له جهود لا يستهان بها في التصدي لمحاولات خرق جدار عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الأشعرية. ومن بينها مناظرته الشهيرة مع فقهاء عسير وقد طبعت أكثر من مرة، ومن مصنفاته ومنها ما أتت عليه النار تفسير البسملة والفاتحة وربع الحزب الأول من سورة البقرة وبعض سور القرآن الكريم والنفحات الكبرى وخطبة في النكاح وخطبة للعيدين والاستسقاء والتصوف والسلوك. وقد أثر بفكره وطريقه في الحياة السودانية بكل ضروبها، وكان مستقر أحفاده وخلفائه من صلبه فيها، ودور تلاميذه الميرغني والرشيدي لا يخفى، وكيف ينسى دور تلميذ تلميذه السيد إسماعيل الولي مؤسس الطريقة الإسماعيلية، فقد كان له جهد ظاهر في تأسيس النهضة العلمية في غرب السودان ووسطه، وكان حفيده إسماعيل الأزهري من رواد الاستقلال وأول رئيس وزراء. وممن مر عليه التاريخ عارضا ولم يستبحر في أخبارهم من علماء المغاربة في الحركة العلمية بالسودان الشرقي الحاج موسى جد الشيخ حسن ود حسونة، وعبد الله ولد حسوبة حسوب المغربي، ويحيى الشاوي أو المشاوي المقري أو الساوي أصله من عرب الشاوية من بلاد دامسنا، ورد ذكره في ترجمة الشيخ عمار بن عبد الحفيظ الخطيب، وأمره بتحقيق علم العربية والفقه وسائر الفنون. وعلي اللبدي ولد بسنار ودفن بها، وكان أبوه من أهل الجذب والأحوال. وسعد ولد شوشاي، وله واقعة مشهورة في إثبات خلافة الشيخ الزين بن الشيخ صغيروم بعد وفاة أبيه، واستقر شمال مدينة شندي. ومحمد سماحة ورد ذكره في الطبقات عند ترجمته للشيخ عبد الرحمن بن أسيد النوري، ومنهم الأمين ولد بلة والشيخ دفع الله بن مقبل، ومنهم عمر أحمد أبو النور قدم وأخوه من جهة الدار البيضاء سيدي بن النور، واستقرا غربا وتزوج بنت الشريف عبد الكريم الهنداوي العراقي، وكانت له مكتبة علمية قيمة دفنها أولاده خوفا من هجمات المهدية. مولاي أمير المؤمنين، السمات المغربية في الشؤون الثقافية في السودان حاول المحققون استخلاصها فيما يلي: سراية الخط المغربي، الفنون وطريقة الكتابة في وسائل البيان العلمي، والتوافق في الثوابت الثلاثة والتي أعلنها المغرب أصلا للتلاقح: العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي ومنهج الإحسان والمعرفة في السلوك، واتحاد مصادر الاستمداد العلمي في المدارس والتصانيف العلمية في القطرين، واعتماد المراجع المغربية، وخدمة المؤلفات المغربية شرحا وتحشية وتعليقا واختصارا، والالتقاء في الأسانيد العلمية
ومن ملامح التلاقي في الأسانيد ولو في طرف منها إسناد شيخ الإسلام محمد البدوي من علماء السودان الشرقي، وهو إسناد طويل، ولكنه يلتقي مع الأسانيد المغربية في عبد الله بن عبد السلام بناني، كما يلتقي من خلال بهرام في التوجيهات السلطانية المغربية، وخاصة في عهد السلطان محمد بن عبد الله والذي أمر باعتماد تدريسه، ويلتقي أيضا في الطرطوشي عن الباجي عن المكي القيسي عن أبي محمد عن اللباد عن البلوي الإفريقي. ومن نماذج التلاقي في الأسانيد العلمية في بلاد الحبشة، وهي الركن القصي من السودان الشرقي، أن العلامة محمد سراج المفتي الجبرتي الآني، والذي انتهت إليه الرئاسة العلمية في أرض الحبشة، أخذ علم الحديث من المحدث السيد محمد العربي العزوز الحسين الفاسي، فسمع منه صحيح البخاري والجزء الأول من سنن أبي داود والشمائل المحمدية بكاملها وأول جامع الإمام الترمذي والأوائل العجلونية، ومن أسانيده المغربية أيضا العالم العارف القدوة المكاشف الشريف بن سليمان الأندلسي الخلوتي الشاذلي. ومن نماذج التلاقح بين المغرب والحبشة في الأسانيد العلمية الشيخ المحدث عبد الله الهرري، فقد قرأ فقه المذاهب الثلاثة وأصولها على الشيخ محمد العربي الفاسي، ويروي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي عن الشيخ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكبتاني، ثم ساق سنده. مولاي أمير المؤمنين، ومن السمات المغربية في الحركة الثقافية التوافق في الرحلة لطلب العلم، ومنها المواجهة العلمية الموحدة للأفكار المنحرفة، وهو أصل تاريخي في إقرار مبدأ التعاون الموحد والمشترك بين الدول الإسلامية في التصدي لموجات الانحراف الفكري. ومنها التلاقي في أسانيد المعرفة الإحسانية، ومنها التراجم المتبادلة، وقد حوى كتاب الطبقات في أولياء السودان عددا من تراجم المغاربة والذين استقروا في السودان الشرقي، كما حوى سلوة الأنفاس بعض من استقر في المغرب من علماء وصالح السودان الكبير والشرقي خصوصا. المدارس الفقهية الخلاوي أو المسيد والسمات المغربية. الخلوة مرادفة للكتاب أو المحاضر، جمع محضرة، والمسيد هو المسجد، وقلبت الجيم ياء، وقد استفادها أهل السودان من المغرب العربي كما استفادوا منه المذهب المالكي، وانتشرت بينهم بسبب صلتهم بالمغرب آنذاك كتب الفقه التي ألفها أهل المغرب، رواية ورش ورسم الكتابة من صور التشابه الثقافي. قال الحسيني: وكذلك القراءة أيضا هي رواية ورش عن نافع، وحتى الخط، فالخط الإفريقي هو نفس الخط المغربي مع تغير بسيط، بل هناك عادات متشابهة. وكتب في الخلوة والعودة الحلوة أنه تلقى عن شيخه محمد إبراهيم الطيب الحداد ضوابط الرسم المغربي وفقا لرواية ورش عن نافع، ثم قال: فلا يزال أهل المغرب يحافظون على رسم هذه الكتابة لحرفي القاف والفاء، كما أن نظام تعليم القرآن متشابه بيننا وبين المغرب. قال: وهكذا الشأن فيما وقفنا عليه في ولاية كانو بدولة نيجيريا الاتحادية، حيث لا تزال مصاحفهم الخطية وكتابتهم في الألواح بهذا الخط المعروف بالمغربي. وأخيرا قال: فلغرب إفريقيا صلة وثيقة بشمالها، وكثير من أهل العلم كانوا يفدون منهما على السودان للحج وربما الإقامة، ومن عاد منهم إلى موطنه بعد حجه يتذكر أيام مقامه في أم درمان على نحو ما أثر عن بعضهم، كما حدثني شيخ مغربي أنه كتب أحدهم إلى صاحبه ينشده: أذاكر أم طباها طي نسياني يا ابن الكبير ليالي أم درماني؟ فرد عليه الآخر: إن أنسى لا أنسى أيامي وأزماني وما مضى من ليالي أم درماني. وختاما يا أمير المؤمنين، فقد أسهم المغاربة في وحدة القارة الإفريقية وتوحيد علومها وفنونها، فنقلوا الفنون ظاهرة وباطنة وإن بعدت ديارهم، وما أحوج دعاة الوحدة الإسلامية أو العربية أو الإفريقية إلى اعتماد الهجرات المغربية وتاريخها وآثارها مرجعا مهما في جهودهم الرامية إلى توحيد الدول والشعوب،
إذ قد نجحت في ذلك نجاحا لا ينكر. وما هذه اللقاءات العلمية الرائدة وتداعي الوفود الإسلامية إلى حضورها والمشاركة فيها إلا دليل على ذلك. مولاي أمير المؤمنين، إنكم لا شك تحملون هم إفريقيا الإسلامية بصفة خاصة، لأن التراث الديني والحضاري والعرفاني ورعايته أمانة من أمانات بلدكم والتي تنزلت إليه من أعالي التاريخ، وها أنتم تقرون صيانة تلك الأمانة العلمية الروحية بأنواع من التعاون المادي والتضامن. وفقكم الله تعالى وسدد خطاكم وألهمكم ما فيه صلاح دنياكم وأخراكم وأبعد عنكم كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.